السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مي عبد الفتاح من قناة كبسولة الطبية. إن شاء الله هنتكلم النهاردة موضوع مختلف شوية بس خاص بالثانوية العامة. هنتكلم عن أولى ثانوي عام أحياء. هتكلم عن أسئلة المقالي، دايما الطلبة بتخاف منها، فإن شاء الله نراجع مع بعض أسئلة مهمة جدا متجمعة من كذا كتاب. ركزوا معايا، وإن شاء الله برضو في كذا فيديو تاني خاص بالأحياء، فتابعونا. أول حاجة يا شباب، إذا علمت أن أول لبت مفسفر تم التعرف عليه هو اللايسيسين، فما هو نوع الليبيد ولماذا؟ طيب ركز معايا، انا عندي فينا مفتاح، اول مفتاح بتاعي كلمه مفصفر. طيب اول ليبيد مفصفر، انا عندي انواع الليبيدات، ليبيدات بسيطه وليبيدات معقده وليبيدات مشتقه. مين الليبيد اللي كان فيه فوسفور او فوسفات البي او 4؟ كان الليبيدات المعقده. طيب يبقى انا عندي هنا، لو قال لي اول ليبت مفصفر تم التعرف عليه مش اللايسيسين، لو قالك العفريت الازرق، اي اسم ما يشغلش بالك، ما تتخضش. هنا المفتاح بتاعي كلمه مفصفر الفوسفور، وانا عندي الليبت الوحيد اللي فيه فوسفور كان ليبت المعقد. يبقى كان نوع الليبت اول واحد، نوع الليبت خلاص، ليبت معقد. طيب لماذا بقى؟ علشان في السؤال عندي لاحتوائه على فوسفور، يبقى ده كان عندي ليه اخترت ليبت معقد، عشان الفوسفور اللي قال عليها. كمل معايا. الغشاء البلازمي له طبيعه ذاتيه، ليه يا باشا؟ انا عندي لو تفتكر الغشاء البلازمي ده كان عباره عن فوسفو ليبت، والفوسفو ليبت ده اصلا عباره عن ليه طبيعه سائلة، صح كده؟ فخلاص، فاحنا عشان كده، عشان هو ليه طبيعة سائلة، فالغشاء ده ليه طبيعة زيتية. وبرضو من ضمن الإجابة هتقول ان انا عندي فوسفوليبيد ده كان غشاء مزدوج عبارة عن رأس وديل، رأس وديل، وغشاء طبقة مزدوجة، الرأس محبة للماء والديل كاره للماء، برضو تقولها من ضمن الإجابة. كمل معايا. طيب في سؤال هنا، كل الخلايا الحيوانية تحتوي على جسم مركزي؟ الإجابة لأ. ليه يا باشا؟ انا كان عندي الخلايا العصبيه دي ما كانتش عندها جسم مركزي، ودي كانت من حكمه ربنا عشان لو حصل تلف او حاجه ما تكونش فيه مشكله لجسم الانسان. فانا عندي الخلايا الحيوانيه كلها عندها جسم مركزي، لا ليه؟ عشان الخلايا العصبيه دي كانت من ضمن الخلايا الحيوانيه وما عندهاش جسم مركزي، فبالتالي مش تنقسم. طيب هنا، كيف يمكن الحصول على هرمون دهني من لبت بسيط؟ بالراحه، انا الهرمونات اللي جايه من الليبيدات كانت مذكوره في انهي جزء في درس الليبت؟ انا عايزك تبقى ذكي. اول حاجه كده لما يقول لك ليبت، خلي الدرس يترجم في مخك. ليبت يبقى انا عندي ثلاث حاجات، ليبت بسيط، ليبت معقد، ليبت مشتق. طب انا جزء الهرمونات ده اتذكر فين؟ اتذكر في الجزء بتاع الليبت المشتق. طيب كان عندي الهرمونات زي مين؟ التستوستيرون، زي الاستروجين، زي البروجسترون، ده كله كان مذكور. طب الهرمونات الدهنيه دي كانت ازاي بتتكون؟ عن طريق التحلل المائي من الليبيدات البسيطه والمشتقه. يبقى عن طريق، يقول لك ايه الهرمون ده ازاي هحصل منه عن ليبيد بسيط؟ عن طريق التحلل المائي. لما يحصل تحلل مائي للليبيدات البسيطه يدي له هرمون دهني. طيب سؤال تاني، لو قال لك كيف يمكن الحصول على هرمون الاستروجين من ليبيد بسيط؟ هتقول عن طريق التحلل المائي. سؤال ثالث، لو قال لك كيف يمكن الحصول على هرمون التستوستيرون او البروجسترون او الاسترودات؟ كل الاجابه دي عن طريق التحلل المائي. كمل معايا. هنا يا سيدي بيقول لك، يمكن للحيتان ان تعيش في مياه شديده البروده؟ صحيح. ليه يا باشا؟ علشان الحيتان دي الجلد بتاعها تحت الجلد الاول يحتوي على طبقه دهنيه، الطبقه الدهنيه دي بتعمل كعازل حراري. كمل معايا. ما هي الطريقه التي تتكون بها هرمون السيروكسين داخل الغده الدرقيه؟ امشي معايا حته حته. اولا كده هو قال لك الغده الدرقيه، ممتاز. الغده دي المفروض ان هي بتصنع ايه؟ هرمون السيروكسين. حلو قوي. طب هرمون السيروكسين ده نوعه ايه؟ هل هو ليبت ولا هو بروتين؟ لا، السيروكسين ده بروتين،
طيب بروتين ده يعني عبارة عن ايه؟ يعني عبارة عن سلسلة من الأحماض الأمينية. يبقى هنا بقى الغدة الدرقية هتستقبل ايه؟ أحماض أمينية. طيب الأحماض الأمينية دي هيحصل لها ايه؟ ترتبط معا، هتكون لي ايه؟ بص كده ركز معايا، ادي حمض اميني ارتبط بحمض اميني، وادي كمان حمض اميني حمض اميني، كل واحد من ده عباره عن ايه؟ حمض اميني. طيب عمل لي سلسله اسمها سلسله عديد بيبتايد، صح؟ طيب في تفاعل اسمه ايه؟ في تفاعل نازع للماء. امشي معايا واحده واحده بقى. يبقى عندي غده درقيه استقبلت احماض دهنيه، الاحماض الدهنيه ارتبطت مع بعض عن طريق سلسله عديد البيبتايد. بس خلي بالك كل حمض دهني كل حمض اميني اسفه كل حمض اميني يرتبط مع بعض بيطلع جزيء ميه، يعني هنا يطلع جزيء ميه، وهنا يطلع جزيء ميه، وهنا يطلع جزيء ميه، تمام؟ في تفاعل اسمه ايه؟ تفاعل نازع للماء، عمليه بلمره يعني. طب كمل معايا كده. طيب دلوقتي لما بيرتبط ده كان حمض اميني وده حمض اميني وحمض اميني ارتبطوا مع بعض، اعطالي ايه في الاخر؟ البروتين اللي هو نوعه ايه؟ اللي هو هرمون الثيروكسين. ده كله حصل فين؟ في الغده الدرقيه، بمساعده مين؟ بمساعده حاجتين، الرايبوسوم اللي موجود جوه الغده الدرقيه وجهاز جولجي، لان الاثنين دول ده كان يصنع بروتين وده كان بيعدل، فدول هيبقى لهم علاقه برضو بتصنيع مين؟ هرمون الثيروكسين. طيب تعالى كمل معايا، ما هي أهمية الكوليسترول في غشاء الخلية؟ بيجعل الغشاء بتاع الخلية متماسك وسليم، بس كده. كمل معايا، لماذا يتوقف عمل إنزيم البيبسين عند وصول الأمعاء الدقيقة؟ ببساطة خالص، إنزيم البيبسين ده كان أهم حاجة فيه البي اتش بتاعته، كان بيشتغل في وسط حمضي من 1.5 لـ 2.5، الوسط ده كان موجود عنده في المعدة، لما ينزل الامعاء الدقيقه البي اتش اختلفت، فبالتالي الانزيم مش هيشتغل. ليه؟ لاختلاف البي اتش. ما التسلسل الطبيعي لتكوين البروتين في الخليه؟ ازاي البروتين بيتكون؟ تعالى اقول لك على حاجه، انا عندي الدي ان ايه جوه الخليه، بيتنسخ منه ار ان ايه، الار ان ايه اتنسخ من الدي ان ايه، فين ده؟ كله في النواه داخل الخليه. يوم الـ RNA ده يطلع بره النواة، خارج النواة، يروح فين؟ في السيتوبلازم. يحصل له ايه؟ يتكون بروتين. ما اوجه التشابه بين الحمض النووي والفوسفوليبيد؟ بص هقولك على حاجة، لما الدنيا معاك تضيق قوي وتلاقي نفسك دماغك تاهت، افتكر العناصر الكيميائية بتاع الاثنين. يعني اول حاجه تفكر فيها العناصر الكيميائيه، يعني ايه الحمض النووي ده كان عباره عن ايه؟ العناصر بتاعته كان عباره عن ذره كربون فيها واتش واو، وكان فيه قاعده نيتروجينيه يعني هيكون فيها نيتروجين، وايه تاني كان فيها؟ ها، ومجموعه فوسفات يعني هنا هيكون فيه بي. طب تعالى كده، فوسفوليبيد كان عباره عن ايه؟ فوسفوليبيد كان عباره عن السي برضو كربون والاتش والاو، وكان فيه مجموعة كولين يعني هتكون فيها N، وكان فيها ايه؟ فوسفات. فبالتالي العناصر دي هي العناصر دي، هي دي الحاجة المتشابهة بينهم. هتقول ايه؟ تشابه العناصر الكيميائية، وهتقول هتذكرها. مونيمر يحمل طبيعة حمضية وقاعدية، فاكرين الموضوع ده؟ فاكرين ده يا شباب؟ مين ده؟ ده كان حمض اميني، صح؟ كان عباره عن ايه؟ عنده مجموعه الحمض وعنده كانت القاعده. فمين بقى والحمض الاميني ده يعتبر مونيمر؟ ليه مونيمر؟ عشان بيبقى اكتر من حمض، حمض وحمض 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 يرتبط مع بعض يكون لي بوليمر اللي هو زي البروتين، فده يعتبر الحمض الاميني ده مونيمر. طيب ليه طبيعه حمضيه وقاعديه؟ ليه؟ عشان دي الحمض اهو اللي هو السي او او اتش اللي هو كربوكسيل، وان اتش طوله قاعديه. فتقول ما هتعمل ايه؟ هترسم الرسمه دي وتقول الحمض الاميني، بما ان الحمض الاميني له مجموعه الكربوكسيل اللي هو السي او او اتش، وهذا يعبر عن طبيعه حمضيه، وله مجموعه الامين اللي هو ان اتش 2 ويعبر عن المجموعه القاعديه، اذا الاجابه حمض اميني.
طبعا الإجابة أي حد مدرس بيحب يصحح بيحب أوي يشوف كلمة بما أن وإذا، بحيث إن أنت فاهم يعني وكده. الجلد يعبر عن تنوع نسيجي كبير. ليه بقى يا جماعة؟ أول حاجة كده أنا عندي الجلد ده كان بيتكون من حاجتين، من البشرة وطبقة الأدمة. طيب البشرة دي كان عندها نسيج طلائي مركب، طب والأدمة كان عندها نسيج ضام أصيل. الإجابة نقولها إزاي؟ هنقول بأن الجلد يتكون من طبقتين، طبقة البشرة طبعا هو بيتكون من 3 طبقات بس احنا حاليا بنتكلم عن الطبقتين اللي فيهم النسيج، بيتكون من طبقتين، طبقة البشرة التي تحتوي على نسيج طلائي مصفف أو مركب، وطبقة الأدمة التي تحتوي على نسيج ضام أصيل. إذا الجلد يعبر عن تنوع نسيجي كبير. كل ما كانت إجابتك نموذجية في السرد بتبقى أفضل كتير جدا للمصحح، بحيث إن أنت فاهم تمام. ولو عايز تكمل كمان إجابتك وتقول إن النسيج الطلائي المركب ده تقول إن أهميته إن هو بيحمي الجلد من الجفاف ومن الغزو الميكروبات ومن التلف، وتقول هنا أهميته إن هو بيعمل ربط الأنسجة والأعضاء، يبقى كويس جدا يعني بتكمل الإجابة. لكن عندي الإجابة الأساسية إيه؟ إن هو بيتكون من إيه؟ البشرة والأدمة والنسيج الطلائي المركب ونسيج الضوء الأصيل. عايز تكملها اللي هو الأهمية تمام. اتجاه انتقال كربونات الكالسيوم. كربونات الكالسيوم ايه؟ كربونات الكالسيوم دي عباره عن ايه؟ علم كده. دي عباره عن ملح. طب لو اقول لك كربونات البوتاسيوم ملح، كلوريد الصوديوم ملح، اي حاجه من الحاجات دي كده ملح، في النبات من اعلى الى اسفل. طيب يعني هو جاي كده من فوق لتحت. ما مدى صحه العباره؟ هل الاملاح بتيجي من فوق لتحت؟ الاجابه خطا. ليه؟ انا عندي الميه والاملاح دي موجوده تحت في التربه في الجذور، تتنقل من تحت لفوق بواسطة الخشب، نسيج الخشب. يبقى نقول ايه؟ ان الاجابة خطأ، لان كربونات الكالسيوم تعتبر من الاملاح التي تنتقل من اسفل الى اعلى بواسطة نسيج المعقد الخشب. ونعمل بين قوسين كده الاوعية والقصيدات. الثيروكسين ده عبارة عن ايه؟ هرمون اللي جاي من الغدة الدرقية. طيب بروتين تنظيمي ليس تركيبي. طيب بالراحة، يعني ايه بروتين تنظيمي مش تركيبي؟ كلمة تركيبي يا ولاد يعني بيدخل في تركيب الأعضاء، في تركيب تكوين غشاء، تكوين خلية، تكوين جدار. هل عمرك شفت الثيروكسين مثلا داخل في جدار الخلوي، داخل في الغشاء بتاع البلازما؟ لا، الغشاء البلازمي او الغشاء الخلوي لا. دايما الثيروكسين يقول لك ايه؟ ليه علاقه بالانشطه الحيويه بتاعه الجسم، بيظبط العمليات الايض بتاع الجسم، درجات الحراره بتاعه الجسم، مش عارفه ايه الحاجات دي. بس ما سمعناش قبل كده ان الثيروكسين داخل مثلا في تكوين كذا او في تركيب كذا. فلما يجي يقول لك ما مدى صحه العباره ان الثيروكسين بروتين تنظيمي وليس تركيبي، يعني نقول العباره صحيحه. ده لو قال لك جزء بتاع مدى صحه العباره. لكن لو قال لك علل الثيروكسين بروتين تنظيمي وليس تركيبي، يعني هو اصلا بيقول لك ليه بقى؟ هنقول لان الثيروكسين لا يدخل في تكوين اعضاء الجسم، ولكنه له علاقة بالأنشطة والوظائف الحيوية للجسم. رتب المركبات التالية تنازليا حسب سرعة الحصول على الطاقة. أنا عايزة حاجة من تنازليا يعني إيه؟ يعني من أعلى تنازليا يعني إيه يا ولاد؟ من أعلى لأقل تنازليا. ما عايز إيه؟ على حسب إيه؟ سرعة الحصول على الطاقة. طب مين هنا أكتر حاجة سريعة أحصل منها على الطاقة؟ الجلوكوز. ليه؟ علشان
مرتب صغير، كربوهيدراتي، سكر بسيط، مدام سكر بسيط وحادي كمان، فيبقى سهل جدا ان المركب يتكسر وحصلنا على الاي تي بي. طيب ثم المالتوز، ثم النشا، ثم الجليسرال دايت. ما اهميه ان يكون النسيج الطلائي في بشره الجلد من النوع المصفف؟ يعني في اكتر من طبقه. ليه مصفف؟ يعني في صفوف. بتركب البشره من عده طبقات. ليه؟ لان الطبقه الخارجيه او الطبقه السطحيه من النوع الحرشفي، الطبقه الخارجيه خالص حرشفيه. طيب لكي تعوض الطبقه السطحيه عند حدوث تلف، تمام؟ احنا ليه؟ عشان الطبقه السطحيه من البشره تتعوض لما بيحصل لها ايه؟ تلف. وبرده ملحوظه تكتب ان البشره تحتوي على ماده الكيراتين لتحمي الجلد من الجفاف وغزو الميكروبات. ما تنسوش تشتركوا في القناة، وان شاء الله هنكمل مع بعض باقي السلسلة. هناخد شوية اسئلة مقال تانية كتير من كذا كتاب، وهنكمل مع بعض برضو ان شاء الله الاختياري. ايه تدعمنا بلايك وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.